السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من منهج الكيمياء للصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنعمل ريفيجن سريع على المنهج كله، وهناخد آخر جزء في الفصل الرابع. بنقول لحضراتكم، بننوه على إن تليفون البرنامج مفتوح طول الحلقة لأي سؤال. نبدأ مع بعض على خير الجزء الأخير في الفصل الرابع، واللي توقفنا عنده في الحلقة اللي فاتت. إحنا اتكلمنا على جروب 5A بالكامل، وخدنا صناعة الأسمدة الزراعية وأهم الأسمدة الزراعية اللي موجودة. النهاردة هنختم بالأهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة 5A، وهنعمل مراجعة سريعة على المنهج من أوله لآخره. نبدأ مع بعض على خير. أول حاجة بنتكلم فيها بنقول الأهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة 5A. إحنا بنشرح المرة اللي فاتت اتكلمنا على النيتروجين، وقلنا الأهمية الاقتصادية بتاعته إيه. طيب مين اللي هنبدأ بيه النهاردة؟ هنبدأ مع بعض بالفوسفور. أوكي، إيه أهمية عنصر الفوسفور؟ الفوسفور بيدخل في صناعات كتير. أولا صناعة الكبريت، أوكي، وبعدين سم الفيران، خلاص، وبيخش في سبيكة مهمة جدا مع الكبر والتين اسمها برونز فوسفور. ايه بقى البرونز فوسفور دي؟ دي بتستخدم في مراوح دفع السفن. واجي اقول لك هنا علل. احنا لو اتكلمنا على المروحه بتاعه السفينه هنعرف كويس قوي ان المروحه دي بتبقى موجوده دايما تحت الميه. الميه هيبقى مليانه ملح. طيب لو كانت مصنوعه من الحديد بس، الملح مع الميه في وجود الاكسجين بتاع الميه اللي دايب فيها، هتفاجئ ان المراوح دي كانت هتصدي. طيب وهيحصل لها ايه؟ تآكل، وبالتالي باظت. فبيتعمل منها سبيكه ده اسمها البرونز فوسفور، دي بتستعمل في المراوح نفسها. طب ليه؟ يبقى هي بتقاوم التآكل. اقول لك علل. مراوح السفن تصنع من سبيكه البرونز فوسفور، هتقول لي لانها مقاومه للتآكل والصدأ. اوكي، ده بالنسبه للبرونز فوسفور. تعالى ناخد العنصر التاني. العنصر التاني معانا اللي هنتكلم عنه اسمه الزرنيخ. كويس، الزرنيخ ده اولا هو ماده سامه. طب بيستعمل في ايه؟ ده بيستعمل في حفظ الاخشاب. كويس، طب ازاي بيستعمل في حفظ الاخشاب هو ماده سامه؟ على الشجر دايما بتاع الغابات بيعيش كائنات دقيقه كتير جدا. الكائنات الدقيقه دي منها بنسميها كده كائنات بالبلد اسمها السوس، بياكل في الخشب. لما بيجيبوا الاشجار ديت وبينقعوها في الزرنيخ، لما بتتنقع الزرنيخ له قدره عاليه على قتل هذه الكائنات، وبذلك بيعمل حفظ للاخشاب. طيب اهم عنصر تاني في الاستخدامات هو عنصر الانتيمون، ونقف عنده شويه. الانتيمون لما نيجي نتكلم عنه هو بيسموه في اللغه العربيه حجر الاسمد، الاسمد اللي هو الكحل. اوكي، طيب استخداماته ايه؟ بيستخدم الانتيمون مع بطاريه العربيه. احنا عارفين ان البطاريه من جوه فيها الواح من الرصاص. الواح الرصاص ده زي ما تدرس ان شاء الله في سنه ثالثه، بمرور الوقت بيحصل لها تاكل. اوكي، طيب بيحسن الاداء بتاعها وبيحسن المدى العمر بتاعها ازاي؟ على ان هو يعمل لي سبيكه من الرصاص والانتيمون ويحطها لي في بطاريه العربيه، دي بتقاوم التاكل وبتخزن كهرباء اكتر. اوكي، اقول لك علل. استخدام سبيكه من الانتيمون والرصاص في بطاريات السيارات تقول لي انها تقاوم تاكل اكثر من الرصاص، وتقوم بتخزين كهرباء اكثر من الرصاص. ده بالنسبه للانتيمون. اخر عنصر معانا هنتكلم عنه هو البيزموس. البيزموس بيخش في سبيكه مع الكادميوم والليد، كادميوم رصاص، وبيعمل لنا حاجه اسمها المنصهر او الفيوزس. ايه الفيوز ده؟ ده لما بيجي يحصل عندك عطل في البيت في الكهرباء، في لوحه كده موجوده بره عليها زراير تقول لك الزرار نزل، روح ارفعه تاني. ايه ده؟ الفيوز ده بيبقى عباره عن اداه امان للي داخل الكهرباء اللي داخله جوه البيت. بمعنى الكهرباء في البيت شغاله على 220 فولت. طيب لحظه معينه الكهرباء تعلى عن ال 220، لو دخلت الاجهزه الكهربائيه عندك زي التلفزيون والثلاجه وغيره، هتفاجئ الاجهزه الكهربائيه ديت بالبلد كده نقول بتضرب، بتبوظ، بتولع. ليه؟ خدت كهرباء زياده. طب بنحط لوحه المفاتيح دي موجود فيها الفيوز ده، بحيث لو الكهرباء عليت يفصل الكهرباء اللي داخله،
يوقف لك الكهرباء تماما. طيب الميزه هنا ايه؟ ان هو اللو ميلتنج بوينت، درجه انصهاره منخفضه. اي كهرباء تعلى مع الاحتكاك بتاع الالكترونز جواه بيؤدي لقطع الدايره الكهربائيه عنه. اجي اقول لك علم استخدام البيزماس والكادميوم او السبيكه دي في المنصهر، هتقول لي بسبب انخفاض درجه انصهارها وبالتالي حمايه الاجهزه الكهربائيه. واضح؟ اتكلمنا المره اللي فاتت على النيتروجين واللي ان هو بيستخدم في كيس شيبسي، واستخدمنا كار تايرز لاطارات السيارات وبتتملي ازاي، وعرفنا كويس قوي اسبابه كده. يبقى احنا انهينا الاهميه الاقتصاديه لعناصر هذه المجموعه. تعالى هنبدا مع بعض بقى مراجعه مع بعض من الفصل الاول للفصل الرابع في هذه الحلقه، وهنشوف اهم الحاجات اللي ممكن نقدر نقف عندها ايه. بدايه في الفصل الاول اسماء العلماء، كل عالم عمل ايه؟ نراجع كده مع بعض. الفصل الاول بيسموه بنيه الذره. طيب بنيه الذره يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي النواه، مستويات الطاقه، الالكترونات، البروتونات، مين اللي اكتشف الكلام ده؟ فبدانا خالص قلنا بدايتك الفلاسفه الاغريق اتكلموا عن الماده، كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ، ويمكن تقسيم الماده لاجزاء اصغر منها، وسمي هذا الجزء باسم الذره، ايتوم، وسميناها اتوم باللغه اللاتينيه. انشق عنهم ارسطوطل اللي هو ارسطو، وقال ايه؟ فاير داست ووتر اير، وسميناها ساعتها فدوى، ان جميع المواد اللي ربنا خلقها في الدنيا مكونه من اربع مكونات، هي الماء والنار والهواء والتراب. فاير داست ووتر اير. وطب الفرق بينهم ايه؟ قال لك الفور كومبوننتس دول الفرق بينهم في الريشيو، النسبه، ان النسب بتاعتك بتبقى مختلفه من واحده للتانيه. وقلنا الفكر ده قعد حوالي 2000 سنه مسيطر على العقل البشري، وحاولوا يحولوا التراب الى ذهب، وطبعا ده ما حصلش لانهم حاولوا يلعبوا في النسب. طيب ده بالنسبه لارسطو. بعد ارسطو جالنا عالم اسمه بايل، هقول لك واضح دور العلماء الاتي اسبقهم في تقدم علم الكيمياء. ولك بايل، هتقول لي ايه؟ بايل هتقول لي اول عالم عرف لنا العنصر. طب ايه هو العنصر؟ ماده نقيه تحتوي على نوع واحد من الذرات. اوكي؟ جه وراه دالتون، اول عالم قدم لنا موديل، ده نموذج، واتكلم عن الماده وقال فيها تتكون من اجزاء صغيره، هذه الاجزاء تسمى ذرات. طب الذره بالنسبه لدالتون ايه؟ المصمطه، وشرحناها ساعتها. هل هي يعني ايه كلمه مصمطه؟ قلت لك يعني عامله زي كره البلياردو، كره بلياردو مليانه من جوه، اوكي، انما الكره اللي بنلعب بيها فيها هواء من جوه. ده الفرق بين كلمه هولو وريجيد. هولو يعني مجوف من الداخل، وريجيد معناه صلب من الداخل. اوكي، طيب بعد دالتون قابلتنا تجربه شهيره جدا اللي هو العالم تومسون، وعمل تجربه التفريغ الكهربي، وقلنا ان الكهرباء او الغازات في النورمال كونديشنز بتاعتك الظروف العاديه مالها غير جيده توصيل الكهرباء برديئه. طيب حط انبوبه زجاجيه وعمل فرق جهد ما بين الكاثود والانود ل 10000 فولت، ونزل بالضغط معانا ل 0.01 او 0.001، وعند الشرطين دول طلعت اشعه من الكاثود سميت باسم كاثود رايز او اشعه المهبط. طب خواصها ايه؟ رقم واحد قلنا جسيمات، وعرفنا الفرق ساعتها بين جسيمات وموجات. اتنين نيجاتيفلي تشارجد، يعني ايه؟ سالبه الشحنه، ليه؟ ما هي طالعه من السالب. ثلاثة تتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي. أربعة ليها تأثير حراري، تتواجد في كل المواد، وهكذا، وتسير في خطوط مستقيمة. أدي الست حاجات. فيما بعد سميت الكاثود ريز باسم الإلكترونات أو أشعة الماء. طيب بعد ما خلص التجربة بتاعته راح داخل قال أنا كمان هعمل نموذج. طب إيه النموذج يا تومسون؟ قال إن الذرة بالنسبة لي كورة من الشحنات الموجبة. كورة إيه؟ مصمتة، سفير أوف بوزيتيفلي تشارج. طب مالها؟ قال ان الالكترونات اللي انا اكتشفتها اللي هي الكاثود رايز مغموسه بداخلها، بحيث ان عدد الشحنات الموجبه يساوي معاك عدد الشحنات السالبه، عشان كده الذره عندي متعادله. ده بالنسبه لغايه تومسون. التجربه اللي قلبت تاريخ الكيمياء كله كانت تجربه العالم رذرفورد. بدايه قام بالتجربه معاه عالمين تحت اشرافه، جيجر اند مارسل. التجربه دي بنقول عليها كده التجربه اللي غيرت كل المفاهيم. اوكي؟ معانا سؤال. الو، الو، السلام عليكم. الو، السلام وبركاته. ازيك يا مستر؟ يا اهلا وسهلا بيك، اتفضل. يعني حضرتك كان عندي بعض الاسئله بس. اتفضل. اول سؤال، اختر اختر
اذا اكتسب الالكترون. اذا اكتسب الالكترون ايوه اوكي نصف كم من الطاقه؟ نص كم؟ ايوه تمام. فانه ايوه ينتقل لمستوى طاقه اعلى. ماشي. ينتقل لمستوى طاقه اقل. ماشي. يظل في نفس مستوى الطاقه. يظل يظل في نفس مستوى الطاقه. تمام. او لا توجد اجابه صحيحه. اوكي. ايوه. طيب بسرعه ابو حميد. اولا اسمك الاول؟ اسمك؟ احمد. بص يا احمد، بالنسبه لنا الحته دي كده بسرعه، احنا بور قال ان عندك 7 مستويات طاقه. تمام. كويس؟ وقال يتواجد الالكترون في المدارات دي بس، ومحرم عليه التواجد في الاماكن دي. تمام؟ وقال ان هو لو الالكترون خد الطاقه المناسبه ينتقل للمستوى المناسب. بمعنى لو ده 5 وده 20 وده 30، اوكي؟ تمام. لو انت اديته طاقه من 5 اديته 15 هيروح لك لل 20. طب لو اديته 25 هيروح لك لل 30. اتفقنا؟ هيروح لو اديته 5 هيروح لل 30 على طول. ايوه. وسمى كميه الطاقه دي باسم كم؟ او بنسميه الكوانتم. اتفقنا؟ تمام. طيب دلوقتي بور قال ايه؟ قال لك لا ينتقل من مكانه الا اذا اخذ القدر المناسب. اتفقنا؟ ده كلام بور. يبقى السؤال ده على حسب بور هنقول ان هو يظل زي ما هو. لو اجابه علميه لا، فيما بعد النظريه الذريه الحديثه قالت ايه؟ ان مسموح للالكترون يتواجد في اي مكان حوالين النواه. فهمتني؟ تمام. يعني حتى لو اتفضلنا على كلام حضرتك كاتبها 12 ونص في نص المسافه بين ال 5 وال 25 يجي لك هنا مثلا. حلو. الكلام ده حسب النظريه الحديثه. ايوه. انما النظريه بتاع حسب بور لا. فهمتني؟ تمام. لو حسب بور لا، حسب بور يظل كما هو لا ينتقل. يبقى معاي؟ اقول له يظل كما ثابت حسب مفهوم بور. يعني المفروض ده السؤال ده في الاول في الاختيارات المفروض يحط لك الحته دي في الاول حسب بور ثيوري او حسب نظريه بور. اذا اكتسب نص كم يروح فين؟ تمام. تمام. طيب سؤال تاني. بيقول لي مستر ممكن بس السؤال ممكن برضه شكله عنصر اخرته تتكون من جزيئات ثنائيه الذره عند درجه حراره مرتفعه. تمام. عنصر فلزي. عنصر فلزي؟ صح كده؟ السؤال المفروض يقول لك عنصر فلزي. لا هو عنصر اتخرط على طول، ما عنصر ايه بس؟ فلزي. ثواني ثواني بس يا احمد، عنصر ايه؟ اتخرطه. ابخرته، صح؟ اه. تتكون من ذرتين في الحاله البخاريه. اه. تمام؟ تمام. طيب السؤال ده ناقص حته صغيره، المفروض يقول لك عنصر فلزي الابخره بتاعته عباره عن ذرتين في الحاله البخاريه. وهو تمام. عنصر البيزموس. البيزموث؟ اه. بص يا سيدي، احنا بنحط لك العناصر ازاي في الجدول الدوري بتاعك او انت شغال؟ اما اقول لك الصوديوم رمزه ايه هتقول لي ايه؟ ان ايه. ان ايه؟ طب ليه ما قلتلكش ان ايه 2؟ ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت لو اتبعت حاجه ثانيه. لا 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 خالص خالص. بص يا احمد، بيتحط العنصر في الجدول الدوري بتاعك حسب عدد الذرات في الحاله البخاريه بتاعته. بمعنى الماده صلبه عندنا سخناها تتحول ها؟ لا بتبقى المادة لو صلبة وسخنتها تتحول لإيه؟ لو سخنتها تتفكك. تتفكك، تبقى سائل. صح؟ تمام. زود التسخين هتتحول لإيه؟ فحم. إيه؟ أنا مش بحرقها، أنا بسخنها. واضح؟ تمام. المية، المية في التلاجة أوكي؟ بتبقى تلج، صح؟ صح. سخن التلج هيتحول لإيه؟ لسائل. حلو قوي. سخنها كمان الميه تتبخر. شكرا. اوكي. وهي بتتبخر معاك بنشوف عدد الجزيئات في الحاله البخاريه شكلها ايه. اتفقنا؟ وبناء عليه بنقول لك رمز العنصر ايه. لما اقول لك نيتروجين ان 2 معناه ان هو في الحاله البخاريه ذرتين ماسكين في بعض. طب الصوديوم ذره واحده، عشان كده اكتب لك ان ايه. بالنسبه لك انت هنا في السؤال ده، ده المفروض يكتب لك عنصر فلزي في الحالة البخارية يكون من ذرتين. اوكي؟ وده عنصر البيزموث في المجموعة الرابعة. نكمل مراجعتنا لغاية ما يجي لنا سؤال تاني من أي حد منكم، احنا فاتحين النهاردة الاتصالات بحيث أي سؤال يجي لك احنا تحت أمرك فيه. جينا عند رذرفورد
وقلنا ان الان بتجربه عندنا اتنين، جايجر اند مانسون، وبنسميها تجربه شريحه الذهب. والتجربه دي قلبت كل اللي قبليها. ليه؟ كل اللي قبليها كان بيتعامل مع الذره على انها ذره مصمته عامله زي كره البلياردو. التجربه دي استخدم فيها شريحه من الذهب، وقلنا الذهب بالذات ليه؟ قلنا ارق معدن او المعدن الوحيد اللي تقدر تحصل منه على ارق شريحه. الحاجه الثانيه ان الانحراف بتاع الفا هيبان في اول، لان النواه بتاعته فيها 79 شحنه موجبه. طيب التجربه جاب شريط وقلنا غطاه بالزنك سلفايد اللي هو كبريتيد الزنك. اشمعنى كبريتيد الزنك؟ قلنا ماده لو خبط فيها اي جسم مشع بتعمل وميض وبتعلي مكانها. فالسؤال هنا ممكن يجي لك مرتين، يقول لك منشن وان يوز زنك سلفايد استخدام واحد ليها ايه؟ هتقول لي ديتكت الفا بوزيشن، يعني تحديد مكان الفا، الفا خبطت فين. طب الحاجه الثانيه يقول لك علل استخدام الزنك سلفايد او كبريتيد الزنك في تجربه رازرفورد، هتقول لي انها تسبب وميض عند اصطدام الفا بها، وبالتالي يمكن تحديد مكان الفا. اما عمل التجربه بتاعت شريحه الذهب، قلنا ان في ثلاث مشاهدات في التجربه دي. التجربه الاولى او المشاهده الاولى ان 99% من الفا عد، وده بالتالي معناه ان الذره من جوه مش مصمطه زي ما كانوا فاكرين، لا دي ايه؟ معظمها فراغ وعدت الفا من الكل. طيب في جزء بسيط جدا عدى، لا خبط ورجع، معنى انه خبط يبقى خبط في جزء صلب جوه الذره. الجزء الصلب ده سماه رازرفورد باسم النواه. في جزء حصل له انحراف، طب الانحراف معناه ان الفا موجبه والنواه يبقى اكيد هي كمان موجبه عشان سببت انحراف لجسيمات الفا. دول الثلاث مشاهدات. رازرفورد بعد ما خلص التجربه وطلع بيها وقال الكلام دوت، زود بعض النماذج بتاعته والمفترضات بتاعته، وقال في النموذج بتاعه ايه؟ قال ان الذره من جوه عامله زي بالظبط المجموعه الشمسيه، الشمس في النص والبلانتس والكواكب بتلف حواليها. طب النواه في النص ومين بيلف؟ الالكترونات. طب النواه موجبه، طب والالكترونات اللي اكتشفها تومسون كانت سالبه، يبقى في قوه جذب متبادل ما بين الاثنين. طب الالكترون ما بيقعش جوه ليه؟ قلنا عشان نتيجه الدوران في مسار دائري او كروي بيولد حاجه اسمها قوه طارده مركزيه. القوة الطاردة المركزية دي بتعادل قوة جذب النواة، لذلك لا يقع الإلكترون داخل النواة. بالنسبة لرادرفورد خلص التجربة بتاعته على خير. جه بعديه عالم تاني وهو العالم بور. بور اشتغل على حاجة اسمها الطيف الذري. في الطيف الذري إيه حكاية الطيف؟ قلنا عبارة عن ضوء خفيف. وقلنا في جهاز اسمه سبكتروسكوب. السبكتروسكوب ده لو وقع عليه أي ضوء بيقوم بتحليله للألوان اللي جاية منها. قلت لك مثلا الضوء البنفسجي. ماله؟ لو حضرتك جبت الضوء البنفسجي وحطيته على الجهاز ده يتحلل معاك للون الاحمر واللون الازرق، الالوان الاساسيه الناتج عن خلطهم الضوء البنفسجي. عمل التجربه كالتالي، بقى يسخن الالكترون ويخليه يتحرك لمستويات اعلى، يرجع يشيل التسخين، الالكترون يرجع للمستوى الاصلي بتاعه. كميه الطاقه اللي كان بيسخن بيها كان اسمها كم، كميه الطاقه اللي هيفقدها الالكترون كان اسمها كم. ولذلك هنا تعريف الكم مهم جدا وبيجي لنا فيه اسئله كتير جدا. كميه الطاقه الممتصة أو المنطلقة عند انتقال الإلكترون بين مستويات الطاقة. اكتشف بور إن المسموح للإلكترون بالتواجد حسب الطاقات اللي خدها في 7 مستويات حوالين الطاقة. وسمى المستويات دي بعدد كم، سماه عدد الكم الرئيسي N، بياخد من 1 لـ7. وقال إن الإلكترون لا يمكن يتواجد في المناطق بين هذه المدارات. طيب بعد بور اتكلم قال إيه؟ قال إننا حطينا الموديل بتاعه وزيه زي رازرفورد بالظبط صح، واضاف عليه حاجات كتير. طيب الالكترون لسه كان السؤال من شويه بيقول لك يتحرك، ينتقل لاعلى، ينتقل لاسفل. تعال اوريك اهم اسئله الكم في الجزئيه دي. بص بالنسبه لنا ادي النواه، ادي المستوى الاول، المستوى الثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، السابع. كي ال ام ان او بي كيو، او 1 2 3 4 5 6 7. اول حاجه بتلاحظها على المستويات دي التالي، ايه هي؟ ان المسافه دي غير دي غير دي مالها؟ تقل كلما ابتعدنا عن النواه. ادي واحده. طيب لو الكترون هنا في الاول واديته حضرتك طاقه هيروح فين؟ انت بنديله فين؟ بمعنى اصح لو هو 5 وهنا 20 وهنا 30 وهنا 40
او 35 او 38، ايه القصه بتاعتك؟ الفرق بين ان هنا 15، لو انت اديته ال 15 فعلا يجي لك هنا، طب لو اديته ال 25 يجي لك هنا، طب لو اديته الفرق بين هنا لهنا هيطلع لك فين؟ طيب ده بنسميها ساعتها ايه؟ بتسمى في هذه الحاله ذره مصاره، يعني ذره اكتسبت طاقه نتيجه التسخين سواء بكهرباء او مصدر حراري. طيب لما ترجع تاني الالكترون هنا هيرجع، الطاقه دي كانت بتخرج على هيئه طيف، كنا بنحط قدامه جهاز الاسبكتروسكوب يديني الوان معينه وسيبريتد لاينز فواصل ما بينها. طيب اول سؤال بيقول لك علل الكم غير متساوي، ادي سؤال الكم غير متساوي. ليه؟ لان الحته دي غير دي غير دي، يعني من هنا لهنا اسمها كم ومن هنا لهنا اسمها كم، فاجاوب عليه واقول له لان المسافات بين الذرات سوري بين المستويات غير متساوية. اوكي؟ ده بالنسبة للذرة المصارة والكم والكوانتم. بعد كده حطينا نموذج لبور. في النموذج بتاعه قال كل اللي قاله رذرفورد صح، وزود عليه موضوع الكم وعدد الكم الرئيسي اللي هو الان، قلنا من 1 لغاية 7. قال ايه بقى؟ من ضمن الاخطاء بتاعته قال لك رقم 1 يمكن تحديد مكان وسرعة الإلكترون في وقت واحد، أدي أول غلطة. 2 إن الذرة مسطحة وفي النهاية طلعت 3 دايمنشن. أوكي؟ طيب وإيه تالت من ضمن القصور بتاعه؟ إن هو أهمل الطبيعة الموجية للإلكترون. أوكي؟ ده بالنسبة لأهم إخفاقات بور اللي كانت موجودة. جات النظرية الحديثة قائمة على تعديلات في نموذج بور، يعني ما لغوش بور بالكامل، لا ده قالوا الراجل ده صح بس في أخطاء عنده هنعالجها في النظرية بتاعتنا. طب إيه هي الأخطاء اللي عنده؟ رقم 1 قال يمكن تحديد مكان وسرعة الإلكترون، رد عليه العالم هايزنبرج بمبدأ عدم التأكد. قال إيه في مبدأ عدم التأكد؟ حط له كلمتين، قال له استحالة عمليًا، وكمل انت الجمله بتاعتك يا ابوه. استحاله عمليا تحديد مكان وسرعه الالكترون في وقت واحد وبدقه. الالكترون سرعته في المتوسط بتاعه قلت لك يتراوح من 2000 كيلومتر ل 100000 كيلومتر في الثانيه. طب تحدد مكانه وسرعته ازاي؟ دي رقم 1. الحاجه الثانيه انه اهمل الطبيعه الموجيه للالكترون. قلنا اي جسيم بيتحرك بيتصاحبه موجه، بيعمل موجه. هو اتكلم على الالكترون على انه جسيم مادي فقط وليس له طبيعه موجيه. الحاجة الثالثة حساباته كلها قال إن الإلكترون بيلف في مسار مسطح، يعني في دايرة، إنما طلع إن الذرة مجسمة ليها 3 دايمنشن اللي بنسميها الأبعاد الثلاثة الإكس والواي والزد. بعد ما عالجوا النظرية دي أو بمعنى أصح عالجوا القصور ده، جه عالم شهير جدا عندنا في المنهج ونخلي بالنا منه وهو شرودنجر. شرودنجر خد أفكار مين؟ خد أفكار أينشتاين ماكس بلانك، وحط معاهم هايزنبرج بنظريه الاحتمالات بتاعته، وحط معاهم الطبيعه الموجيه المزدوج الالكترون. اوكي؟ طب ناخد سؤال محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر؟ يا اهلا وسهلا بيك يا محمد اتفضل. يا ريت حضرتك كان عندي سؤال. اتفضل. بيقول اكمل اوربيتالات المستوى الفرع الواحد. اكمل اوربيتالات؟ ايوه المستوى الفرع الواحد. ايوه. تكون متشابهة في الشكل ومتساوية في الطاقة. تمام ماشي يا مستر. تمام؟ تمام. طب سؤال تاني. اتفضل براحتك، النهارده الحلقة مفتوحة لكم كلها. عدد الالكترونات المفردة المفردة ايوه في ايون ايون ان اي خلاص 28 بوزيتيف 2 صح؟ تمام. وحاطط شحنتين موجبتين ما هي موجب 2 صح كده؟ تمام. بص يا سيدي، انت شايفني الاول على الشاشه ولا لا؟ شايف حضرتك. ايوه. بص يا سيدي، النيكل 28 ده النيكل العادي. اوكي؟ تمام. لما تيجي توزعه عباره عن غاز خامل ارجون 18 18 4s2 3d8 تمام؟ هو عنصر انتقالي؟ تمام. طيب تعالى نرسم هولمز رول اللي هي قاعده هولمز. اخر مستوى معاك ده اللي هي الدي. الدي تمام صح؟ هنحط 8 هتمشي الاول فرادة
كده خمسة. الدي بياخد خمسة أكيد. كده خمسة رايح، وبعدين ستة سبعة تمانية. كده عدد الإلكترونات المفروضة هنا كام؟ ثلاثة. لا اثنين. اثنين أهم قدامك. كويس؟ تمام. ده في الذرة العادية، خلي بالك. هو بيقول لك موجب اثنين، عارف يعني موجب اثنين؟ يعني فقد يعني؟ فقد اثنين. صح؟ الإلكترونات لما بتفقد من العنصر الانتقالي بتفقد منين؟ من يعني تبقى آخر مستويين؟ لا، من الفور اس. واضح؟ فتركيب الـ NI زائد 2 عبارة عن الأرجون 18 4S0 3D8 زي ما هي. فهمتني؟ تمام. وبالتالي آخر أو عدد الإلكترونات المفردة في الأيون ده هو موجب 2 فقط. يعني مش هتبقى صفر يا مستر؟ إيه؟ مش هتبقى صفر؟ لا يا بابا، هو بيقول لك عدد الإلكترونات المفردة، صح؟ صح. طيب الفقد بيحصل منين؟ ده السؤال. يبقى الفقد بيحصل من الاس. من الاس ده في حاله استثنائيه بس في الدي. حلو. ده العنصر الانتقالي. ايوه، يبقى ده كده في السلسله الانتقاليه الاولى الدي بتاعتك هي اللي بتشتغل عليها العناصر، اخر عناصر او اخر الكترونات في التوزيع عندك في الدي. يبقى عدد الالكترونات المفرده فين؟ هتقولي في الدي. طب ما الالكترون دول راحوا فين يا مستر؟ نعم، الالكترونين اللي كانوا في الاس راحوا فين؟ فقدهم في اثناء التفاعل الكيميائي. والدي بقى زي ما هو، زي ما هو ما حصلش زي ما هو ثابت. ليه بقى؟ بص، هي مش دي فور اس و3 دي؟ تمام. بص، لو انا رسمتها لك رسم بسيط بتاع اعدادي، ادي المستوى الاول، الثاني، الثالث، الرابع، 1 2 3 4 4 اهي، يبقى 4 اس عندك كم الكترون؟ 2 اهم. شايفنا على التلفزيون؟ شايف حضرتك. ها 3 هنا دي فيها كام؟ فيها 8. صح. ده مش المستوى الخارجي معايا؟ مع حضرتك. المستوى الخارجي العنصر لما بيخش تفاعل كيميائي بيفقد او يكتسب في المستوى الخارجي ده. ايه في المستوى الخارجي؟ تمام تمام تمام. طب المستوى الخارجي عندك مين؟ مش الفور اس؟ صح. يبقى هو اللي هيطلع منه الاثنين الاول. مش الدي. لا، الدي يفضل زي ما هو. تمام تمام تمام. طب الصيغه الكيميائيه بس للمصطلحين. الصيغه الكيميائيه؟ ها، الابطايت ولا الكرنلايت؟ لا، ده هو مركب غير قطبي يحتوي على روابط قطبيه. مركب ها غير قطبي ها يحتوي على روابط قطبيه. شايفه ولا مش شايفه؟ لا، الشاشه لسه ما ظهرتش. ها، ظهرت كده؟ سي او 2 اللي هي تمام، ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد ليه بقى؟ اولا في فرق في السلبيه الكهربيه ما بين الاو والسي. الاو 3.5. الاو 3.5 والسي بتاعتك حلول 2.3 مثلا. الفرق بينهم هيعمل لك 1.2 كده. الرابطه دي قطبيه. قطبيه. يبقى الاو هنا سالب جزئي ودي موجب جزئي. تمام. يبقى اتجاه الالكترونات ناحيه الاو. واضح؟ ايه، عشان سالب جزئي. بالظبط، لان السالب هو اللي بيشد. صح. السلبيه الكهربائيه اعلى. تمام. طب الاو الثانيه نفس الحكايه ولا لا؟ نفس الحكايه. على خط واحد ولا لا؟ على خط واحد. اي، نيوتن قالها لك، فاكر؟ قوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه يلغي كل منهما الاخر، يتلاشى تاثير كل منهما. بالظبط كده، فتلاشى تاثير القطبيه تماما. يبقى هو مركب غير قطبي بس جوه روابط قطبيه. تمام. بسبب الشكل الخطي ليه. تمام تمام. إيه، طب مركب يوجد بين جزيئاته روابط فيزيائيه وشكله الفراغي زاوي. حلو، مركب يوجد. ايوه. ها، بين جزيئاته. تمام. روابط فيزيائية. روابط فيزيائية. عارف يعني ايه يقصد بروابط فيزيائية ولا لا؟ رابط، يا اما رابطة فلزية يا اما رابطة هيدروجينية. لا، هي هيدروجينية. عارف ليه؟ ليه؟ لأنه مركب. الرابطة الفلزية في العناصر. تمام. ايوه تمام. اللي خلي بالك الفنيات دي اللي تفرق معاك في الإجابات. واضح؟ تمام تمام. يبقى ده مركب؟ يبقى هنا المقصود بيها رابطة هيدروجينية. واضح؟ تمام. طب مين؟ ده أنت عندك كذا واحد. الوتر، مية. عندك النشادر. ده 105 وده 107. فلوريد الهيدروجين اللي هو HF. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ يبقى بس الفلوريد الهيدروجين بيبقى واخد الشكل الخطي شويه. انما هو الراجل هنا قال لك زاوي. صح. زاوي يعني في زوايا. 105 107. تمام. لو عندك اختيارات ودول مش موجودين وده اللي موجود، ده اللي تاخده. تمام.
مستر والله مش عارف اقول لحضرتك ايه. على ايه يا بابا؟ تحت امرك. طب معلش بس هو في طريقه معينه لحفظ المعادلات؟ اه هي يا مستر بص يا سيدي، بالنسبه لحفظ المعادلات ده بيعاني منها الطلاب كتير قوي. حتى السنه الجايه كمان هيبقى السنه معادلات الجايه انت كتيره. حوالي عندك 200 ايكويشن، 200 معادله السنه الجايه. هنعمل ايه بقى؟ اه فبص يا سيدي، هي طريقه حفظ المعادلات ليها اكتر من طريقه. تمام. اول طريقه بالنسبه لك ان انت اولا ما تركنهاش ورا بعض، ما تقولش النهارده انا هقعد احفظ معادلات، لا انت تقسمها. سي مثلا انا عندي في الفصل الاخير ما يقرب من 55 ايكويشن، تمام. هتعمل ايه؟ هتروح جايب ثلاث معادلات النهارده، طول اليوم ما عنديش غير الثلاثه دول، واكد عليهم جامد. انت ما عنديش غيرهم، اه مش هبص على الرابعه. تمام. اتفقنا؟ تاني اتفقنا. يوم ثلاثه غيرهم، وانا بعلمك لثالث، خلي بالك هي ثانيه خلاص انت هتمتحن بعد بكره. صح. اوكي؟ تمام. كل يوم، طب تاني يوم انا حفظت ثلاثه كمان، رجع ست. اخر اليوم الثاني رجع الست، ادي واحده. ايوه. الاهم ان حضرتك مثلا الست معادلات دول يكتبوا في ورقه وتحطهم في المكان اللي بتقعد فيه على طول، يعني انت قاعد على المكتب تلزقهم في عليهم على الحيطه اللي طول. قدام المكتب قبل ما تنام بالليل، تمسك الورقه ديت وقبل ما تغمض عينك تكون قاريها، لان ده بيطبع في المخ، بيخش معاك مركز الذاكره. تمام. انت شكرا. لو استعملت الطريقه ديت انت هتحفظ الايكويشنز بمنتهى البساطه، احنا مجربينها. خلاص شكرا جدا جدا يا مستر. على قهوه حبيبي، تحت امر، لو في اي سؤال وافق احنا معاك. مع السلامه. مع السلامه. اوكي، نرجع تاني للجزئيه اللي كنا شغالين عليها. احنا وصلنا للنظريه الحديثه، قلنا ان شرودنجر خد افكار العلماء دول كلهم، وبعد ما خد افكار العلماء طلع لنا بالمعادله الموجيه. بحل المعادله الموجيه طلع لنا حاجتين مهمين، وصف كل حاجه عن الالكترون، ووصف الاوربيتالات، وصف السحابه الالكترونيه، ووصف اعداد الكم الاربعه اللي اتكلمنا عنهم. طيب بالنسبه للاوربيتال، ايه هو الاوربيتال؟ قلنا السحابه الالكترونيه غير الاوربيتال. السحابه الالكترونيه يتواجد الالكترون في جميع المناطق حوالين النواه في جميع الاتجاهات. اوكي؟ طب الاوربيتال لا، منطقه جوه السحابه الالكترونيه احتماليه تواجد الالكترون فيها اكبر ما يمكن. يعني ايه؟ تعال اوضحها لك كده بسرعه برسم بسيط. ادي النواه بتاعتك، دي السحابه الالكترونيه اللي بقول لك عليها. اوكي؟ طب دي لما اعمل لك كده، لو قلت لك لو حبيت تدور على الالكترون هنا هتلاقيه فين؟ هتقول لي هنلاقيه في المناطق دي، ده اللي بيطلق عليه اوربيتال. طب دي كلها اسمها السحابه الالكترونيه. طيب بعد الاوربيتال طلع لنا باعداد الكم. اعداد الكم معاك هم اربعه، واحد الرئيسي ده ان وده قد مبور، اتنين الثانوي ورمزه ال وده اللي قدمه لنا سمر فيلد. اوكي؟ ثلاثة المغناطيسي ده ام ال، واربعه المغزلي ام اس. ده بيحدد عدد مستويات الطاقه الرئيسيه، ده المستويات الفرعيه الداخله في كل مستوى رئيسي. المغناطيسي عدد الاوربيتالات في كل مستوى، المغزلي نوع حركه الالكترون حول نفسه. اوكي؟ وقلنا هنا بعد ما خدت اعداد الكم، قلنا في طرق توزيع للالكترونات على المستويات الفرعيه، وسميناها ساعتها اس اس وبس بس لو تفتكرها. بعد ما بتوزع بيطلب منك اعداد الكم الاربعه لاخر الكترون في التوزيع. تعال نشوف الحالات اللي بتجيلك في الجزئيه دي، والحالات العكسيه، والحالات اللي فيها تركات ازاي تتعامل معاها. اول سؤال بيقول ايه؟ رقم واحد، اكتب توزيع الالكتروني لكل من، واقول لك اف اي 26 وهناخد السيل 17 مع كتابه، وناخد البورون كمان خمسه بالمره، مع كتابه اعداد الكم الاربعه لكل منها او لاخر الكترون معانا. نمسك البورون خمسه، هتقول لي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 1. طيب بتشتغل على مين؟ بتشتغل على الاخير. اوكي؟ هتقول لي ان ال ام ال ام اس. الان الرقم ده 2. طب ال افكرك، ال كان ليه اربع قيم، 0 1 2 3. طيب لو 0 معناه اس، 1 بي، 2 دي، 3 اف.
طب انت هنا في البي يبقى بواحد. اوكي ارسم البي، البي يفكرك ثلاث غرف ثلاث اوربيتالات، ترقمها ازاي؟ دي كام؟ واحد، يبقى من سالب واحد نهايتك موجب واحد، في النص صفر. هتوزع كام؟ هوزع واحد، ماشي يبقى هنا بس لفوق. يبقى الام ال هتقولي الرقم الغرفه هنا كام؟ سالب واحد، خلاص يبقى ده سالب واحد. انت رسمه لفوق يبقى الام اس موجب نص. ده بالنسبه للبورن. السي ال هيبقى 17، هتعمل نفس الحكايه. طيب اما نيجي ناخد الحديد 26 توزيعه هيبقى ازاي؟ هيبقى ارجون 18 4S2 3D6. خلاص ارسم الدي كام دول؟ 6. طبق قاعدة هوند، تمشي الأول فرادة وبعدين آخر إلكترون عندك هيبقى هنا ده. طيب عايز الـ N والـ L والـ ML والـ MS. الـ N أوكي كام؟ 3. إيه ده مش 4؟ لا، وهنا بيحصل لك خلط. انا بقول لك اخر الكترون داخل فين؟ هتقول لي في الدي. طب 3 دي ولا 4 اس؟ لا هو داخل في 3 دي، يبقى الان بتاعتك ب 3، ماليش دعوه بال 4 بتاعت الاس. ادي اول نقطه. طيب ال ال الدي كام؟ 2. خلاص يبقى ب 2. رقم هيبقى من سالب 2 لغايه موجب 2 اخر واحد، يبقى هنا سالب 1 0 موجب 1. اتفقنا؟ يبقى يا حبيب قلبي الام ال بتاعتك سالب 2. طب انت رسمه لتحت يبقى سالب نص. اتفقنا؟ ده سؤال بتاع التوزيع وانك توجد لي اعداد الكم الاربعه. على نفس السؤال ده بيجي لك تحديد الموقع بتاع العنصر في الجدول الدوري في الجزئيه دي، يعني انت بتوزع ممكن تطلع الاربعه دول وممكن تروح مزود كمان محدد لي الموقع. طب الموقع في الجدول الدوري بيتحدد ازاي؟ جدول الدوري افكرك بيه، اس بلوك بي بلوك ودول اسمهم عناصر مثاليه. في النص ابتداء من الدوره الرابعه الدي بلوك، ودي بتسمى عناصر رئيسية انتقالية. الانر او بنسميها العناصر الداخلية دي الاف بلوك، وبتفصل اسفل الجدول وليها تركيب خاص. طيب موقع العنصر بيتحدد ازاي؟ اذا كان في بلوك اس ليه طريقة، بلوك بي ليه طريقة، دي ليه طريقة. تعالوا نراجعه مع بعض بسرعة. اولا السؤال بيقول حدد لي موقع العنصر التالي. اوكي هناخد واحد من كل بلوك ان اي 11، وهناخد الاف 9، وهناخد معاك سكانديوم 21. ده هتوزعه هتقول لي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس كام 1. طيب اخر حاجه انت وزعتها ده هاته بقى، تعالى لي بيريود جروب يعني دوره مجموعه. اخر اس عندك دي 3 يبقى دوره رقم 3. جروب الاس فيها 1 يبقى جروب 1 اي. ليه؟ لان الاس بلوك هما 2 يا 1 اي يا 2 اي، عشان الاس بلوك اوربيتال واحد يا في 1 يا في 2. واضح؟ طب يبقى رقم الدوره دايما في كل البلوكات هو عباره عن اخر اس معاك. تعالى ناخد الاف 9 هتقول لي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 5. ماشي اخر اس قابلتني في التوزيع دي، ماشي يبقى بيريود 2. طيب جروب كام؟ لا انت انتهيت في البي، يبقى ده تبع البي بلوك. الجروب في البي بلوك بتقول ايه؟ بتقول لك الاس 2 الاخيره مع اللي موجود في البي من 1 لغايه 6. طب هنا دي 2 اوريدي زائد البي فيها كام؟ 5، اجمعهم تبقى 7، يبقى جروب 7 اي. واضح؟ طب يا مستر التريكات هنا ايه؟ لو جاب لك ده ان اي 10 هينتهي معاك اس 2 بي 6، لما تجمعهم على بعض هتفاجئ بيها 8. هو في 8 ايه؟ لا ده غاز خامل، وبالتالي تقول لي مجموعه صفريه. واضح؟ تعالى لي لعنصر انتقال. في العنصر الانتقالي الدي ليها اكتر من احتمالات. اشمعنى؟ غلاف التكافؤ فيها بينتهي معاك اس ودي الاثنين مع بعض، ان اس ال ماينس 1 الدي، يعني 4 اس 3 دي 5 اس 4 دي وهكذا. ودي احتمالاتها ايه؟ ثلاث احتمالات، تعالى ندرسهم مع بعض. اس بلس الدي، الاس دايما فيها 2، الدي هيبدا معاك من 1 ل 10. طيب ايه الاحتمالات بتاعتنا اللي هنشتغل عليها؟ رقم 1
لو مجموع الجمع بتاعك 3 4 5 6 7 دي ما فيهاش مشكله عندك، اشمعنى؟ هتحط جنبها حرف البي. ازاي؟ سكانديوم اللي لسه واخدينه من شويه 21 ده عباره عن ايه؟ ارجون 18 4 S2 3 D1 بيريود كام او دوره كام؟ هتقول لي الاس دي اخرها 4 يبقى دي الدوره الرابعه. ماشي. طب جروب مجموعه رقم كام؟ اجمع دول 2 1 كام؟ 3. 3 دي هنا؟ اه يبقى 3 بي يا مستر. طب افرض كان 2 2 2 4 4 بي وهكذا. اذا حصل الجمع بتاعك وده الاكسبشن اللي تخلي بالك منه قوي 8 و9 و10 دي جروب مميزه في العناصر الانتقاليه اسمها جروب 8 8 دي فيها الحديد والكوبالت والنيكل. الثلاثه دول 26 27 28 وهتعرف ان شاء الله في سنه ثالثه من ليه حطيناهم في الجروب ده. لو انت وزعت ده هينتهي معاك ايه؟ هينتهي معاك 4s2 3d7 27 وطبعا الارجون قبلها 18 دورة كام؟ دورة الرابعة. ماشي. مجموعة اجمع كده 2 و7 كام؟ 9. هتقول لي 9؟ لا. إذا كان حصل الجمع بتاعك 8 أو 9 و10 اسمها جروب 8. 8. طيب آخر حصل الجمع بتاعنا هيبقى كام؟ يا 11 يا 12. لو 11 1B لو 12 2B. ده بالنسبة للعناصر الانتقالية الرئيسية. وقلنا إزاي تحدد دورة ومجموعة داخل هذه العناصر. بالنسبة للعناصر الانتقالية الداخلية اللي هي سلسلة اللانسانايدس والاكتينايدس، لانسانيدات واكتينيدات نفكر فيها بسرعة. اللانسانيدات بينتهي توزيعها في الفور اف، الاكتينيدات اوكي. طب معانا سؤال من سامي. الو 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 اتفضل. ازيك يا مستر؟ ازيك حبيبي اتفضل. عندي بس اسئلة مصطلح علمي. اتفضل. ربط يكون رابطة يكون ها زوج الالكترونات المكون لها زوج الالكترونات ها جاي من ذرة واحدة؟ مصدره ذرة واحدة جاي من ذرة واحدة صح؟ ايوه تناسقية تناسقية؟ اه فاكرها ولا لا؟ ايوه فاكرها ها بص اوكي تمام. عندك الرابطة التناسقية في جزئين في المنهج في ال NH4 اوكي موجب تمام وايون الهيدرونيوم الاثنين دول فيهم رابطه تناسقيه. بسرعه كده ال ان كانت هنا وعندك زوج حر هنا اتش كده واتش كده واتش كده. كان بيجي لها اي حمض اتش موجب ده اوربيتال فاضي كان بيديله الزوج الالكتروني بتاعه. واضح؟ واضح. دي اسمها رابطه تناسقيه غيره. مجموعه من عناصر الجدول الدوري يتتابع فيها امتلاء امتلاء مين؟ أول مستوى فرعي يحتوي على 7 أوربيتالات بالإلكترونات. حلو. 7 إيه؟ أوربيتالات بالإلكترونات. طيب واحدة واحدة كده. مين اللي عنده 7 أوربيتالات؟ واحدة دي يا راجل. ها الإس 1 البي 3 الدي خمس. 1 3 5 7 ايوه مين بقى السبعه؟ اس بي دي اف اف ايوه تمام اوكي كده؟ اه ها غير تتوزع زواج الالكترونات ده برضه مصطلح علمي؟ ايوه ها حول الذره المركزيه تمام للجزيئات ها لتحقق اقل قدر من التناصر واكثر ثبات الجزيئات تمام. تركيب لويس عارفه؟ لويس النقطي ايوه يعني اللي النظريه الثانيه اللي هي نظريه الفيسبر عارفها؟ ايوه بس هما الاثنين دول التوصيل النقطي بتاع لويس بيديك ازواج الالكترونات الزوج الرابط والزوج الحر تمام؟ تمام بنقول برضه النظريه اللي هي الفيسبر الفيسبر نظريه الفيسبر اللي هي عارفها فالانسي شيل نظريه تنافر الالكترونات الرابطه والتكافؤات هي بالانجليزي فالانسي شيل ريبالجن الكترونز. تمام. تمام؟ الاثنين دول بتاع السؤال بتوعك، غيره. هو ممكن يا مستر يجي لنا في امتحان مثلا في الدي
حاجه في العناصر الانتقاليه بينا ووزعوها؟ اه طبعا. ايه المشكله؟ انا اديك اي عنصر اقول لك وزعه، ايه اللي فيه؟ انت حافظ اس اس وبس بس ولا لا؟ هحفظها حضرتك قلتها، بس ممكن مثلا هنعرف ازاي العنصر مثلا الالكترون مثلا اللي ممكن يديكم بتاع واحد كده يعني. ايه المشكله؟ ما احنا شغالين دلوقتي، لو انت شفت من شويه كنا شغالين الدي فيها واحد، الدي فيها 8، الدي فيها كذا، عايزني اوزع لك عنصر يعني في الدي؟ هو ماشي مش مشكلة أكبر. طب في اسئله تاني؟ شكرا حبيبي، تحت امرك. بالنسبه للتوزيع الالكتروني، التوزيع الالكتروني ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لك، خلاص انت السنه الجايه ان شاء الله انت معتمد تماما في الفصل الاول على الاس اس وبس، بس للتوزيع الالكتروني. بسرعه اوزع لك توزيع الكتروني كده للدي. بص مثلا اقول لك تيتانيوم 22، ده توزعه ازاي؟ افتكر معايا اس اس بس بس ده بس، مش هكمل ليه؟ لان دي ظهرت خلاص. اول اس 1 2 هنا 3 هنا 4 هنا 4 يبقى هنا 3 وهنا معاك دي بتبدا من الثالث. هتبدا تشتغل معايا هتقول لي هنا 2 هنا 2 اوكي، هنا 6 هنا 2 هنا 6 هنا 2، لو انت جمعت دول هيطلع لي 20. فاضل كام من ال 22؟ هتقول لي 2، يبقى 3 دي 2. ده اخر حاجه عندك، ده العنصر الانتقالي اللي هو مطلوب. اوكي؟ طيب نرجع لمراجعتنا اللي كنا شغالين عليها. يبقى احنا دلوقتي في الفصل الاولاني كنا وصلنا لغايه التوزيع الالكتروني وربطنا التوزيع والان والال والام ال بتاعتك والام اس، ربطناهم بالمجموعه والدوره في الفصل الثاني، لان الاثنين بيتلي فيهم توزيع الكتروني. طيب بالنسبه لك نهايه الفصل الاول كان بيبدو سمى مبدا الاستبعاد لبولي، ده ما تنساهوش. بيقول في ايه؟ قالك لو عندك الكترونين في الذره مهما كانوا متشابهين في اعداد الكم كلهم لازم يختلفوا على الاقل في واحد. وخدنا مثال ساعتها لو تفتكر كده، بص معايا عليه، قلت لك 3s2 هات لي اعداد الكم الاربعه لده. ال 3s2 يبقى انت عندك هنا اوربيتال، ادي الكترون وادي التاني، ده معنى 3s2. اوكي؟ طيب ايه قصتك فيه؟ انا عايز اعداد الكم الاربعه لده واعداد الكم الاربعه لده. هتقول لي ان ال ام ال ام اس، ان ال ام ال والام اس. هنا ال ان كام؟ 3. وهنا كمان هتقول لي 3، ما هم الاثنين في نفس المستوى. طب ال ال 0 0، هنا 0 0، هنا يبقى موجب نص، هنا هيبقى سالب نص. طب ناخد تليفون. ايه؟ الو، ازيك ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلي. ايه سمحت، عندي سؤالين. اتفضلي. الشم ترتيب الجزيئ؟ لا، عايز صوتك بس يعلى شويه. ارسم ها تركيب الجزيئ. تركيب الجزيئ NH2 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 صح؟ موضحا عليه التمثيل النقطي، مش كده؟ تمام. حاجة تاني؟ عندي سؤال في المصطلح. قول. ايون ينتج هو عند إذابة الأحماض في الماء. تمام، عند إذابة الأحماض في الماء. تمام، ده اسمه الهيدرونيوم. الهيدرونيوم؟ الهيدرونيوم، عارفة ليه ولا لا؟ بيعمل رابطة تناسقية مع المية. ايوه. عندي كمان سؤال في ثوب. اتفضل. عدد الإلكترونات التي يمكن معاك؟ لا ما تسمعش التلفزيون، قولي لي بسرعة. عدد الإلكترونات التي يمكن أن يتصل عليها المستوى الأساسي تساوي نفس الرقم المستوى وتحت نفس، دي معرفة لها غلط. يساوي ها نفس رقم المستوى. خلاص؟ بص يا ستي، بالنسبة لسؤال التصويب ده، أنت على الخط هنا صح؟ أيوه، تحت نفس يد الغلط. أوكي، أولاً عدد الإلكترونات معروف دايماً 2n باور 2. أيوه 2n سكوير. معايا؟ ده بالنسبة لعدد الإلكترونات. طيب بالنسبة لعدد الأوربيتالات بالمرة، لو شال الجملة دي أو شال كلمة إلكترونات وحط لك أوربيتالات هيبقى n باور 2 بس. رسمة ده أفكرك بيها في التمثيل النقطي. إيه قصته؟ ال n 7. أوكي؟ هتوزعها لي إزاي؟ هتقول لي 2 5. ماشي، يبقى ادي ال n. حواليها كام؟ 5. اتفقنا؟ أهم. ان اتش 2 حاضر، يبقى دي اتش هتيجي لي هنا برابطه، و اتش تاني برابطه.
ال N التانية هيحصل نفس الحكاية كده H وكده H. هذا التمثيل النقطي اللي مطلوب رسمه، ودي الرابطة ما بينهم، وهنا دي تسمى بالأزواج الحر. اتفقنا؟ ده بالنسبة للسؤال بتاع آية. نكمل شغلنا كده. الفصل الأولاني بالنسبة لنا شبه انتهى في أسئلته وحاجته. في الفصل الثاني، أوكي؟ في الفصل الثاني تخلي بالك كويس جدا من تدرج الخواص في الجدول الدوري بتاعنا، بيزيد ازاي، بيقل ازاي. ركز شوية على الأحماض الأكسجينية، أعداد التأكسد، وإزاي تحل معادلة في الأكسدة والاختزال. وقتنا معاكم خلص بسرعة، نتمنى لكم كل خير ونشوفكم إن شاء الله السنة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.